السلام عليكم، معكم طلال نقار، برحب فيكم مجددا بكورس الأخلاق الطبية. عم نستضيف أخينا الأستاذ دكتور باسل طراب، اللي هو أستاذ الأخلاق الطبية بجامعة بوسطن. بدأنا امبارح بموضوع بالجد، خلينا نقول بدأنا باحترام خصوصية المريض، وحكينا كثير حالات وكلام نظري نوعا ما، فخلينا نطبق عمليا اللي حكيناه اليوم. برحب فيك أخينا باسل، كيفك؟ أهلا وسهلا طلال، يا أهلا. تسلم يا رب. خليني أبدأ لك بعرض حالة اللي هي حالة شائعة جدا جدا، وبالامتحانات الطبية دائما بيعرضوا شيء شبيه فيها، يعني اللي هي بتتعلق بطائفة دينية، هن شهود يهوى. شهود يهوى هن طائفة بيعرفوا حالهم انهم مسيحيين، طبعا في ناس بتقول عنهم انهم يهود، هن شو بيعرفوا بحالهم؟ ما بيهمنا شو هو عقيدتهم او شو دينهم، بس شو طبعا بيعرفوا بحالهم؟ بالنهاية كل مين على دينه الله يعينه. هلا عندهم معتقد خاص، بغض النظر عن موافقتك له او رفضك له، هن بذات هي الطائفة انه بيرفضوا نقل الدم، بتعرف هذا الشيء اخي باسل، بيرفضوا نقل الدم. حتى نقل الدم الذاتي في عليه اختلاط، يعني في عليه ديبيت، يعني انه هل اذا واحد نزف واخذنا الدم منه بنقدر نرجع له على الشخص نفسه؟ والله العليم انه هن بمعتقدهم لا. المهم انه في تفاصيل كثيره لهذا الموضوع تتعلق لاسباب دينيه بحته، انه هن ما بدهم نقل دم ابدا ابدا. ففي عندي مريضه، هالحكي من 5 سنين تقريبا، مريضه اخذت زرع كليه. طبعا هلا راح يقول لي واحد كيف بترضى زرع كليه وما بترضى زرع دم؟ لانه هيك معتقده، هي حره. فرضينا وقتها، رضي الجراح يزرع لها، ما كان هي صبيه، كان عمرها شيء 35 او 40 سنه، وقتها ما عندها خطوره نزف كبيره، وعمليه الكليه ما عمليه نازفه، فرضي يزرع لها. المهم انه هو زرع لها الكليه، وبعد 4 5 ايام من العمل الجراحي الخضاب عندها وصل للسته، او كان شيء سته تقريبا، بيصير لانه هذول بياخذوا بينقلوا سوائل، بيكون ما في بول يعني، فبصير تمدد للدم، تمدد للبلازما. فنزل الخضاب للستة، فنحن عموما بالطب القاعدة العامة على الخضاب 7 لازم تنقل دم. طبعا الموضوع ما له إسعاف، هي ما أنا عم تنزف، هي قاعدة بغرفتها وعم تضحك وكذا. فرحنا عم نناقشها، رفضت تماما. فأخلاقيا شو رأيك بهذا الكلام يا أخي باسل؟ والله دكتور طلال، هي حالة جدا مشهورة يعني، وهي الفئة مثل ما قلت أنت، على الرغم أنه نحن نتعامل معها كثير هون بأمريكا، هي معنا موجودة بالشرق الأوسط، ولكن كمثال هذا مثال معبر عن معتقدات المرضى بغض النظر. بهي الحالة بالذات في عدة نقاط نحن ممكن نحكي فيها. لأول شيء أنه احترام مبادئ المريض أو قيمه، بس الشيء الثاني كمان مدى إسعافية الحالة ولا لا. أيوة هلا هي المريضة رفضت هذا الإجراء، هلا نحن بهيك حالة لازم نستفهم ولازم نعرف منها ليش، والهدف مننا مشان نشوف إذا في عندها هي تخوف معين، مثلا إذا في هي مثلا خايفة من عملية إجراء نقل الدم، ممكن نحن نوضح لها إياها أو نعطيها شوية بيانات عنه أو معلومات عنه، ولا هذا معتقد ثابت عندها نحن غير والله قادرين على ناقشناها تغييره. كثير، ناقشناها كثير، وناقشت هي الالدرز تبعها اللي هن يعني المشايخ تبعها او رجال الطائفه تبعها، وما حدا اعطاها الاوكي انه تنقل دم. هن اللي عنده نقل الدم مرفوض، يعني مرفوض، نعم فرفضت نعم رفضت. انا فهذا كطبيب، شو حقها. انا كطبيب شو لازم اعمل في هالحاله؟ وطبعا الحاله مره ثانيه مريضه قاعده بسريره، ضغطها طبيعي ونبضها طبيعي وعم تاكل وتشرب، وما في نزف ظاهر، ما في نزف، هي تمدد. يعني احنا طبيا الحاله ما لنا اسعافيه، لازم نقل الدم يجب، بس ما هو لايف سيفينغ، ما هو إجراء منقذ للحياة. نعم بهاي الحالة أنت اللي عليك أنه أنت تشرح لها كل شيء، تمام، وتبين لها المنافع والضرر من هذا الإجراء، وتقول لها شو الكونسيكونسز أو شو اللي راح يطبع عن عدم أخذها لهذا الدم، وبناء عليه هي بتاخذ قرارها بعد ما أنت تأكدت تماما أنه أنت أعطيتها كل المعلومات اللي هي قادرة فيها تاخذ قرار، وهي أخذت هذا القرار. انت بتنشر هذا الخبر بين الفريق الطبي مشان الكل يكونوا على نفس الصفحه، يكونوا كلياتهم متفاهمين، وبتكتب بادبارتا هذا الشيء، بتعمل دوكيومنتيشن تمام مشان تحمي حالك، وخلص بالاخير بتحترم قرارها. ما بتحسن انك تعطيها دم بغير ارادتها وغصب عنها. هلا في جميل. حاله تطورت الحاله ايه كمان وصارت حاله اسعافيه، بس تحرك شوي، فهون كأنك انت كمان باسل، يعني كأنه انت حتى ما رغم عاد انه لو شفتك عم صارت حاله تحرك. اسعافيه اوكي، بقى عفوا انا منك، موجود. انا لانه صار شوي ثبتت الصوره. خليني انتقل معك للحاله، يعني نناقش مختلف الحالات. فصراحه التطور بهي الحاله انه نحن مثل ما قلت وثقنا، ومو طبيب واحد ناقشها، عده اطباء من عده فرق طبيه، يعني من طبيب الجراحه وطبيب الداخليه والممرضه، وهي بالنهايه راسها هيك. انا على فكره حكرتها بسؤال معين بعدين، قلت لها طيب لو انه صار، خليني بس افترض ان هي شو هنا عنيديني شوي صراحه، انه لو صار حاله انه انت كنت بحاله اسعافيه
ونقل الدم بحالتك الإسعافية هو منقذ لحياتك. يعني لا بتنقل الدم يا بتموتي بمعنى آخر. شو العمل وقتها؟ حكرتها يعني هيك حطيتها على آتي God will save me، الله بينقذني وقتها. هيك جوابك. وهي معتقدة تحترم. ونحن حتى يعني هلا ممكن رح اعطي مثال قريب له. نحن قلنا كمسلمين مثلا زراعه الاعضاء، مثلا من جديد زرعوا قلب خنزير. هلا بعرف انه في فتاوي بتسمح في فتاوي ما بتسمح، ولكن اذا اجاك مريض وانت قلت له يا اخي انت الحل تبعك انه انت نقل لك عضو من اعضاء الخنزير وهذا هو الحل الوحيد، وقال لك لا وليكن حبيبي انسولين، تشرب. نحن القلب لساته، القلب والكلية بعده بمراحل البداية، بس الانسولين موجود مثلا لو كان طبعا هو الحل طبعا الوحيد يعني. طبعا، وهو قال لك لا، فانت ما فيك تجبره على هذا الشيء، بدك تحترمه طالما هو عارفان التبعات تبعه وعارفان انه اذا في بدائل ولا لا. فبالاخير يعني هي حياته، نحن ما لنا بمكان كاطباء نجبر اي شخص لا باعطاء دم غصب عنهم ولا باعطاء علاج غصب عنهم ولا اي شيء. بالاخير هي لهم. هلا كمان في شغله ثانيه، هلا ممكن بعض الناس تسال طب اخي انت بتعرف هاي المريضه اساسا بحكم انتمائها لهي الطائفة، واحتمال ممكن هي يصير معاها نزف، وبالتالي فأنت عم تكون عم تضيع كلية عليها، لأنه شخص بيروح يعني ممكن هي الكلية تعطيها لشخص ممكن يتقبل هاي الإجراءات. في شيء لازم نتذكره هون، أنه في حال أنت ما أعطيتها هذا العضو المزروع فأنت تعتبر عم تعمل ديسكريمينيشن، أو تمييز. عم تمييز، عم تستبعدها بناء على معتقداتها الدينية. فهذا الشيء مرفوض لكل الأديان ولكافة المعتقدات. طيب مجرد أنه نحن تعليقا على كلامك، خليني اقول لك حاله قريبه جدا جدا، وصراحه رفضنا نعطي الكلى لهذا المريض، بس الوضع مو لسبب ديني ابدا، نحن بنحترم الاديان كلها والطوائف، وهي بدليل انا بتعامل مع على الاقل 5 6 مرضى شايفهم انا بحياتي من مراكز مختلفه واخذوا كلى وهن شهود يهوى هن. بس انا في مريض عندي عم نقيمه للزرع، هو مريض قصور نهائي يعني بحاجه زرع كلى، عمره 55 سنه مثلا كان اظن، وعنده مرض قلبي وبياخذ وارفرين، يعني وارفرين مميع دم تمام، وهو عم يقول انا من شهود يهوى وانا ارفض نقل الدم. هلا هون انت هلا عمليه الكلى عليه عمليه غير نازفه، لو انه هو بده مثلا عمليه العمليات النازفه عموما جراح حقه يستبعد المريض لانه هو في خطر اكبر من الفائده. انا اذا جوا العمليات المريض بلش ينزف وما في دم انا ممكن يموت بين ايدي، فانا هون صار في خطر اكبر من الفائده. فصراحه بهذا المريض بالذات الجراح قعد معه وتناقش معه قال له تعال هون يا حبيبي، انت اذا بكره بالعمليات نزفت هتسمح لي انقل دم؟ قال لا ما بسمح لك. فانا هون انا احترمت رغبته، انا ما حاجبره على نقل الدم ابدا، بس بالمقابل انا ما حعرضه لعمليه قد يضطر فيها نقل دم لانه هو عم ياخذ وارفرين. فاحنا شرطنا الاساسي بهدول المرضى ما يكونوا على الوارفرين صراحه. نعم. فالتمييز هون طلال انه نحن ما عم نقيم مبادئ المريض، نحن عم نقيم تمام حالته الطبيه حصرا، عم نعمل ريسك صحيح اسسمنت لحالته الطبيه حصرا. هل هالعمل نحن العمليه رح نعملها رح يكون فيها اجراء وخطوره عليه تمام ولا لا؟ نحن ما دخلنا بقيمه، اذا قيمه ادت لهذا الشيء هو هي حياته هو يصطفى، ولكن انت كطبيب عندك هاي المعطيات، هذا الشخص احتمال ينزف، واذا نزف احتمال يموت، ما فينا نعالجه، فانت من حقك انك تقول انا ما بدي. خطورة لانه بالاخير صحيح المريض عنده ذاتيته وعنده نحن لازم نحترمه، لازم نحترم قيمه، ولكن بنفس الوقت نحن كاطباء ما لنا ملزمين نعطي اي نقوم باي اجراء نحن بنعتقد ممكن يسبب خطوره ما لها داعي، او ممكن يعني خارج عن الجايد لاينز تبعنا. على فكرة رح أضرب مثال ثاني، موضوع لقاحات الكوفيد. الكوفيد لما طلعت لقاحاته صار تخوف عالمي منه حتى من أطباء صراحة، وفي ناس لهلا بيرفضوا هذا اللقاح، فما في حدا بالدنيا أجبر مريض أو شخص يعني مش مريض على أخذ اللقاح. فصار في نوع من ما بدي أقول الإجبار، مو الضغط يعني، إنه الأطباء إذا ما أخذت اللقاح بدك تحط الكمامة مثلا وإذا كذا، صار وبالأخير نقطة صاروا ضيق. بالأخير أعطونا هي البطاقة، اللي أخذ لقاح بيكون معلق هي البطاقة الحمراء، اللي ما اخذ معروف انه ما اخذ لقاح. فخاصة انت الطاقم الطبي اللي هو بينقل المرض، فهو ما اجبروك بس ضيقوا عليك. بس على مجال الزرع مثلا، انت ليش انا بدي بهمني انه مريض الزرع اللي قبل ما ياخذ الاعضاء لازم ياخذ اللقاح، لانه لو صار معه الكوفيد بعد الزرع وعم ياخذ مثبطات مناعي احتمال يموت عالي جدا صراحة. وبفترة 2000 2020 2021 حتى ال 22 اللي ماتوا من مرضى الزرع صراحة نسبة عالية بمختلف المراكز، لأنه كلهم ما كانوا ملقحين، ما كان في لقاح أصلاً. وحالياً هلا من الفترة الأخيرة اللي عم يرفض اللي كان رافض اللقاح هو الاحتمال العالي إنه كان يموت صراحة أو إنه يختلط كثير. فكتير مراكز زرع صارت ترفض تزرع لمرضى ما أخذوا اللقاحات.
هذا في ديسك، هذا تمييز هذا مثلا. هذا مو تمييز بناء على وضع اللقاح تبعهم بقدر ما هو دراسة لمعدل الخطورة تبعهم بالإجراء. فهن طالما، لأنه هلأ يعني نحن مثلا بالإسلام نحن نعرف إنه إنما الأعمال بالنيات، نفس الشيء بالأخلاق الطبية، في كتير شغلات النية مطلوبة. فأنت هون أنت لازم تميز إنه أنت هدفك هون، أنت ما عم تعطيه، أنت ما عم تمنع عنه العلاج لأنه أنت عم تقول يا أخي هذا ما ملقح فأنا ما بدي أعطيه. لا لا لا، أنا ما عم بعطيه لأنه ما ملقح. ليش؟ لأنه عدم أخذه اللقاح رح يسبب له اختلاطات طبية. فانت عم تحكي بناء على معلومات، بناء على داتا، بناء على جايد لاينز، ما عم تحكي بناء على قيم وتقييم قيم. فكان بعض الزملاء عندنا يناقشوا انه طيب يا اخي انت لازم تحترم رغبه المريض، انا محترمه تماما، انا ما اجبرته ياخذ لقاح، بس انا ما بقدر ازرع له، ما بدي شارك في هي المصيبه. طيب عوده لمريضتنا، مريضتنا رفضت تاخذ الدم وطلعت على البيت بخضاب 6 واعطيناها بروتوكول اللي هو تبع عدم الدم، نعطي ايبو هذه الهرمون تبع اللي بينشط تصنيع الكريات، نعطي حديد وفوليك اسيد وعسى ولعل انه يتحسن. انا احكي حاله افتراضيه لانه المريضه رجعت بعدين بامورها ممتازه صراحه، رجعت خضاب 8 بعد 3 ايام. طبعا هي المريضه نحن بالملف تبعها انكتب صراحه انه انا ارفض نقل الدم حتى لو كان هذا الموضوع سيؤدي بحياتي. هي حكيت الحكي وكانت بكامل وعيها وقيمنا قدرتها على اتخاذ القرار. اجتني بعد 3 ايام بنزف شديد على الطوارئ وفي عندها هبوط بضغط الدم وصار نقل الدم اسعافي وهي بحاجه تاخذ دم والا في تعرض لخطوره حياتها. شو الوضع القانوني هون او الوضع الاخلاقي؟ إذا هي بالأساس رافضة من هذا الموضوع، ونحن الفريق الطبي عرفانين إنه هي رافضة وما عندنا أي دليل إنه هي غيرت رأيها ولا غيرت مبادئها، لازم نحترم هذا الشيء. هلا وين الحكي؟ إنه نحن النقطة إنه نحن عرفانين تماما إنه هيك مبدأها. طيب مثلا إيه لو هي مكتوب بالفايل، مكتوب عموما انه انا ما بدي نقل دم او ما بدي الاجراء الطبي الفلاني مثلا، بغض النظر عن مثلا انعاش هلا القلبي، اي اجراء هو مكتوب ومعروف صراحة وكان في وقت نراجع الفايل. نعم هلا في شغله ثانيه، يفضل دائما بهيك حاله. هلا هو هالامور بتجي مع الخبره، لما انت بتشوف مرضى كثير من هذا النوع وانت بتعرف هذا الشيء، فغالبا انت بتسالهم وبتحط هذا الشيء الاقرار، انه بتذكر لهم بالتفصيل في حال انت جيت بحاله مهدده للحياه بدنا نعمل لك هيك ولا لا. فبهالحاله انت يمكن كان عندك بيان واضح انه هي ما بدها. هلا لو هي من هالجماعه الدينيه وانت ما عندك اي دليل ثابت عن هذا الشيء، فقط انت بتعرف انه هي بتنتمي لهي الجماعه، فهون هذا دليل غير كافي، لانه انت ما بتعرف مدى ارتباطها بهذا الدين، ما بتعرف مدى ارتباطها بهذا المبدا بالذات، ما بتعرف اذا هي بدها تاخذ هذا الشيء وتخبي عن جماعتها، ما بتعرف، جميل. ما فيك تفترض. وهي غايبة عن وعيها وما مع هي حدا من غايبه عن أهلها بعضها وما في أي دليل بيقول إنه هي رافضة نقل الدم. وما في surrogate decision، ما في حدا ممكن ياخذ القرار عنا، ما تمام. في عندك advance فبحال directive. غياب الوعي، خليني أقول إجتني، أنا ما حاول إنه أنا بعرف إنه هي من جهودي، هو إجتني غايبة عن وعيها وهي بحاجة نقل دم إسعافي أو أي إجراء طبي إسعافي وما في أهل وما في أي دوكيمنت إنه أنا ما بدي هذا الإجراء، فأنا نعم القانون أو الإخلاق الطبي بتقول لي أنا لازم نفذه. نعم وفعليا مو بس هيك، هلا كمان حسب المكان اللي انت عم تمارس فيه الطب. هو مثلا بالولايات المتحده، في حال انت ما انقذت حياتها بهي الطريقه لاعتقادك انه انا سمعت انه هي من هي الجماعه فما اعطيتها، فانت صراحه بموضع مساءله قانونيه. لأن هي بجوز معنا متدينة. صح تمام. صح صح طيب معناتها نحن أعطينا الحالة الأولى، إذا كان إسعافي الوضع وما عندنا أي دليل بيقول إنه هي ما بدها وهي غايبة عن وعيها وما بتقدر تعبر عن قرارها وما مع حد من أهلها ولا مع حدا، فأنا هون أنا لازم أنا أقوم نقل الدم أو الإجراء الطبي. نعم طيب لو في دوكومنت بيقول إنه هي ما بدها وهذا الدوكومنت موجود إلا لا. طيب لو هي هذا جاية كافي. على الطوارئ غايبة عن وعيها ومعاها زوجها أو حدا من قرايبينها وعم يقول ترى زوجتي او هي المريضه هي شهوده وهي رافضه نقل الدم والوضع اسعافي، بس هي ما في اي دليل بيقول انه هي فعلا بدها او ما بدها، شو الوضع القانوني او الاخلاقي؟ الوضع الاخلاقي، يعني القانوني هذا بتركه لاصدقائي اخلاقي المحامين. اخلاقي الوضع اخلاقي الاخلاقي هون انت لازم تتاكد من قدره هذا الشخص على تمثيل رغبتها، واذا هو قادر على تمثيل رغبتها والتكلم عنها تفضل وضع شفتك عنها، اسعافي، وضع اسعافي يا باسل. وان حتى كان بشكل اسعافي، اذا هذا الشخص هو السرجنت ديسيجن ميكر او حسب الولايه حسب انت مكان، مثلا هو مثلا هي زوجها. ما انا موقعه انه انا فلان هو بينوب عني، هو جاي معها كزوج مع زوجته، ما في اي دليل انه ما في مستند بيقول انه هو بياخذ قرارات عنها، لو هو في مستند بيقول انه هي بياخذ قرارات عنها معك، انه شو ما قرر فهو قانونيا وانت ملزم تسمع كلامه، صح؟ بس انا هو مجرد مرافق، هو اختها، عمها، خالتها،
وعم ينبهك ترى يا دكتور هاي ما بدها كذا. هلا هون بهيك حاله المفروض تاخذ انت emergency order من المحكمه اذا انت قادر عليه. اذا غير قادر فانت صراحه يجوز الوجه، ولكن انا عم بقول لك حسب، مشان هيك قلت لك حسب المكان انت عم تمارس فيه الطب. هلا مثلا انا عندي هون بولايه ماساتشوستس بقول لك next of kin، انه اللي هو اكثر قريب إلها وانت قادر على التواصل معه. اذا زوجها جاي معها وعم يقول لك لا تعمل هيك، تحكي معه بتقنعه وكل شيء، واذا هو ما اقتنع خلص هو، لانه هو المسؤول عنها، هو هو النكست نيكست اوف اوف كين. كين، هو الشخص المسؤول حتى لو ما في باور اوف اتورني حتى اللي لو هي اللي ما هو في، ما حتى لو موقع ما في بحياته. باور طبعا، جميل حتى لو جميل ما في جميل باور. جميل. فاحنا حكينا هي بحاله الاضل. طيب لو كان الوضع ما له اسعافي وهي غايبه عن وعيها والزوج عم يقول لك انه يعني هي غايبه عن وعيها، وهي غايبه عن وعيها والوضع ما له اسعافي، ما في نقل دم هلا لازم يصير، بس نحن طبيا مستطب، فهون شو لازم اعمل انا؟ هلا اذا وضع مانو اسعافي بيكون شوي الجو اريح بالتعامل مع مع هذا الشخص اللي هو نيكست اوف كين. مانو اسعافي كمان نفس الاجراء، انت تمام. طيب بتحاول تحكي معه وبتقنعه، واذا هو قال انه لا ما بدنا نعطيه هذا الشيء فما في مشكله، انت ممكن تستنى. يعني هذا السيروجيت ديسيجن ميكر صار اسمه، اللي نعم هو نعم ان المحيطين. ومره ثانيه شو دور الزوج هون او دور العم او الولد؟ تمثيل رغبتها، تمام. تمثيل رغبتها. اذا سمعته عم يقول لا تعطيها اياه لانه انا بعتقد انه هي راح تروح على النار مثلا، ولكن هي عندها معتقد ثاني، فهو صار ممثل غير، هو شخص غير قادر على تمثيل رايها. طيب جميل. انا راح اعطيك سؤال مشان هالموضوع، لانه انا تعرضت له صراحه، احد الزملاء استشارني بقريبي خاص يعني والدته صراحه، وكانت بوضع سيء جدا. هو السؤال انه شو لازم نعمل، انه هل يعني بدون تفاصيل، فانا عم انا اتصل فيني مش مشان يسالني شو لازم اعمل، انه هو شو لازم يعمل. فانا كنت انا كطبيب هون دوري صار انا بدي وجهه اني استخرج منه مو رايه الشخصي، رايها هي، صح؟ طبعا فهون دورنا كأطباء نحن لما بدك المرافق تساعده، بدك تساعده، انه مش يا فلان شو رأيك بوالدتك، يا فلان والدتك لما كانت عايشة شو كانت عم تحكي، شو بدها تقول لما كانت عايشة، يعني قصدي صحية ووعيها تماما، شو كانت رغبتها. مو ضروري تقول انا يا يعني، هي الناس عموما ما بيحكوا كلام طبي، صح ولا لا؟ بيحكوا كلام غير طبي، بس يعني أوف. بيحكوا كلام بلغتهم البسيطة. فأنت بتحاول تساعد المرافق اللي هو الزوج الابن العم انه يفكر عن المريضة مش يفكر عن حاله، صح؟ طبعا طبعا هذا اهم شيء. وانت كمان لازم دائما تذكر انه هي حاله بتكون جدا صعبه على الاسر، يعني حتى على المرافق، على ابن المريضه، على اخوه، على زوجها، هي شغله صعبه. ما تتوقع انه انت مجرد سالت السؤال انه هو ممكن يعطيك جواب فورا يقول لك انه يلا هذا هو الحل، ممكن يكون مشوش، هو غير قادر، ممكن يغير اجابته. فانت بدك تساعده بكذا طريقه، بدك تقول له لو كانت هي قاعده بيناتنا شو كان ممكن تحكي؟ قال لك هيك او هيك، قال له طيب هل انتم سبقوا خضتوا نقاش مماثل؟ هل سبقوا صارت هاي القصه عندكم بالعيله وهي ابدت راي شو كان ممكن تعمل؟ هل شفتوا هذا الشيء مثلا او سمعتوا عنه وهي حكت بشيء مشابه؟ يعني بتحاول تناور فيها قدر الامكان مشان توصله انه اخي القرار بدنا ناخذه هو قرارها ولكن بلسانك انت. طيب رح اسالك، رح خلينا ننتقل لحاله الاطفال، لانه الاطفال لهم شوي وضع شائك. نفس المريضه بس بدل ما كان هي بالغه هي طفله عمرها اقل من عمر اللي بياخذ، طبعا السن القانوني للبلوغ بيتغير من مدينه دوله لدوله، بس نعم بامريكا تحت 18 و21، 21 18 18 هاي 18 تحت 18 لازم الاهل هن اللي يوافقوا، الاب والام، على اي اجراء طبي. لو نعم انه هي من نفس الطائفه، طائفه شهود يهوى، وبحاجه نقل دم بس ما له اسعافي، وانا عم اقنع الاب والام، طبعا احنا لما بيكون الطبيب مع الاب والام متفقين ما في مشكله، سواء اذا قال الطبيب هالاجراء ما له داعي والاب والام وافقوا نحن كلياتنا مبسوطين، واذا طبعا الطبيب قال هالاجراء ضروري والاب والام وافقوا كمان الوضع ممتاز. لما بصير خلاف بقى، انا كطبيب قررت اني هاي المريضه هالطفله لازم لنا نقل دم، طبعا احنا كشهود يهوى لان هي مثال واضح جدا، والا هي ما في اكثر من هاي الحالات، والام والاب رفضوا، انا هون شو دوري هون؟ مرة ثانية، بما أنه الحالة غير إسعافية تمام. فالأب والأم هن أصحاب القرار النهائي بهذا الموضوع، طيب فأنت بدك تناقشهم وتشرح لهم وتقول لهم الأسباب، وبدك تشرح لهم شو ممكن كمان تداعيات القرار وكل شيء. ولكن طالما الحالة غير إسعافية وأنت مانك شايف ضرر محدق حالي أو ضرر شديد لاحق، فأنت بتضل تناور معهم وتحكي معهم وماشي بهذا الموضوع. في حال قالوا لك لا فانت هون وقتها لازم تقيم، ويفضل كمان تستشير، تاخذ راي اخر وتقيمه. هلا اذا نحن قلنا طبيا متفقين جميعا ضروره هالاجراء بغض النظر نقل دم او غيره، والاهل عم يؤذوا طفلهم او طفلتهم برفضهم للقرار، اها اذا صار في اذيه فهذا شيء مختلف. يعني لحظه شوي، نحن عم نحكي عن خطاب خمسه،
خطاب 5، نحن ليش نحن ناخذ جهودي هو؟ لأن كل الأطباء بتفهم شو معنى نقل الدم. نعم خطاب 5 هو شيء خطير صراحة. هلا هو ما له نزف حاد، بس لابد إنه أنت تنقل الدم. وهن رافضين. أنا شو لازم أعملهم؟ إذا صار في ضرر على الطفل، وخاصة إنه هذا الضرر إذا عم تحكي ضرر ضرر خمسة. متوقع مش ضروري ضرر حالي. نعم، أنا مش حكيت لضرر شديد مستقبلي أو ضرر إمنت أو حالي يعني، فأنت بحق لك تنقل، ولكن الفرق إنه إسعافي عن غير إسعافي، إنه أنت ممكن تاخذ وقت أكثر مشان حلو. تحاول لو تجيبهم كان معك على الوضع نفس اسعافي الطريق. انا ما بسالهم اصلا. ما راح مضطر ولا انا هون تبلغهم تبليغ. تمام، انا هون بسموها ذا بيس اوف انترست، يعني افضل شيء ممكن بس نعمله انت للطفل. يعني هو هذا طفلي انا، شو بدي اعمل له؟ انا بنقل له دم. طيب صح. موضوع ما له اسعافي لازم اسال الايثكس كوميتي مثلا، يجي يرد، لانه هي مره موضوع بيتحمل ايام، يعني موضوعي انا مع الطفل بيتحمل ايام. صح. فالايثكس كوميتي دورهم نعم، بتجيب انت الاثكس كوميتي، بتسالهم لهيئه الاخلاقيات الطبيه مشان هن يحسنوا يستفهموا منك، هن بيساعدوك بيساعدوا الفريق الطبي يقرروا مدى خطوره ومدى العامل الزمني تبعه، وبنفس الوقت بيحاولوا يحكوا مع الاهل، بيحاولوا يستكشفوا. ولكن في حال الاخير طلع انه طبيا في ضرر واضح للمريض للطفل ولا يمكن تجنبه، ولا في عنا ممكن نعطيه سوائل ثانيه، ولا ممكن نعمل اي شيء، فانت بدك تعطيه وهذا الشيء مبرر. تمام. لانه هن شو الدفاع اللي بيقولوا انه هذا الطفل هلا عمره 5 سنين، لو صار عمره 15 او 20 سنه وهو صار كبر وصار بالغ وعقله من راسه، هل هو حيلتزم بتعاليم طائفته؟ ممكن يطلع غير يستبعد. متدين مثلا. يستبعد. هو وبالتالي حق. احنا ما بنقدر نجبر شخص على شغله ممكن بالمستقبل يقول لك يلومك انا ماني متدين اصلا، انا ما حالتزم تماما. بتعاليم او كذا. تماما تماما. ومو بس هيك، حتى نحن في عنا شغلة تانية، إنه حتى لما بتدخل أنت كإثكس كوميتي بهذا الموضوع، كأخلاقيات طبية بهذا الموضوع، بتحاول تتجنب تكتب بالتقرير الطبي تبعك إنه الأهل كانوا موافقين أو رافضين، مشان شو ما كانت تبعات القرار بعد 10 15 سنة الولد ما يفكر بشكل مختلف أو آخر عن أهله. حسيب. طيب هون بقى سؤال، رح اضرب لك مثال على فكره وقصه حقيقيه صارت باختصار. انه الطفل كان بحاجه لاجراء طبي، كان نقل دم شهودي، هو كان عمره سنه او سنتين الطفل، او سنه او شهور، او فالطبيب مصر انه هذا بده نقل دم، لانه فعلا كان الموضوع اسعاف، يعني مش اسعافي بس الموضوع خطير. وبعد جدل واخذ مع الاهل ومع الام والاب، وجابوا الايثكس كوميتي، واظن حتى المحكمه دخلت فيها، اخذوا قرار بانه كلام الطبيب هو اللي بيتنفذ، ونقلوا للدم للطفل. عرف الاهل شو عملوا؟ They donate him. والله تبرعوا بالطفل، تبرعوا بالطفل نفسه، ما عادت قالوا تتقبل عنه. الام انه هذا الطفل هذا صار نجس بمعنى اخر، وهو ما ممكن يعيش معانا، فراحوا وهبوه لدور التبرع. تخيل، يعني تخيل قديش القسوة، يعني انه هي مبادئها بده تتطبق، يعني بده تتطبق، ما ممكن تتقبل طفل. يعني مشان هيك هاي القوانين وضعت لحماية الطفل من هيك حالي، صحيح لأنه صحيح هذا الطفل صحيح نفسه يعني لو ما لك نقله دم كان ممكن يتوفى. لا يعني فحياته ممكن مع أهالي غير ممكن تكون أنفع من وفاته. طيب ولكن هل الشغلة اللي بدي أوضحها طلال، إنه هيك قصص كثير تيجي كيس باي كيس، يعني ما فيك تقول بشكل عام نحن هيك بنعمل، كثير كيس باي كيس وكثير خاصة، لأنه عامل واحد ممكن يغير لك كل شيء. وانا كثير بركز على هذا الموضوع، الزمان والمكان كثير ضروريين، لانه هون اخلاقياتك انت، اخلاقيات المهنه بهذا الموضوع تختلف بناء على المجتمع، بتختلف بناء على البيئه الطبيه اللي انت عم تمارس فيها، بتختلف. هلا انت مثلا بتشوف هذا المريض مش انه عندك هالمجموعه من الناس بتيجي مثلا واحد كل 10 سنين، ولا لا بيجوك بشكل يومي. يعني هذا الشيء كثير يعني لازم نتعامل فيه، حاله بكل حاله منفرده ما فيك تجمعهم بشكل طيب عام. خلينا على الاطفال. لو الام، طبعا احنا هلا في اللقاحات، جدول اللقاحات اللي هو الزامي عند الاطفال، هو مثبت طبيا انه بيحمي من امراض خطيره، لقاح السعال الديكي والام ام ار والشله تبعه، اكيد انت هذا الشيء لو الاهل الام لاسباب دينيه قالت انا ما بدي ابني يتلقى، راحت على التشيك بسموه تبع الاطفال انه المعاينه الدوريه، فقال لها طيب الاطفال انه لازم ياخذ اي لقاحات كذا وكذا وكذا، فقالت انا لاسباب دينيه ما بدي طفلي ياخذ اللقاح، شو راح يكون الجواب الاخلاقي؟ والله هي من اكثر المشاكل الاخلاقيه، يعني انت عم تسالني السؤال وراك مين؟ يعني هذا انا من اكثر، عم احكرك. هذا من هي من اكثر المواضيع اللي فيها نقاشات واختلافات ضمن المجتمع الاخلاقي الطبي، ولكن المجمل بيقول لك بدك تحترم رغبه الاهالي بهذا الموضوع.
على الرغم من كل شو البيانات التكييف الواضحة. الاخلاقي لها؟ شو التكييف الاخلاقي لها؟ لو قلنا الريسك بنفيت هون، هل واضح تماما انه فعلا اللقاح او مش فعلا اللقاح، انه كان في ضرر محقق وانت حميته باللقاح؟ شوي هو هون صراحة بناء على تعريفك على البيست انترست وعن الهارم، يعني شو هو الفائدة أو الضرر اللي رح يوقع بالمريض. وهون ما عاد النقاش حصريا طبي، لكن صار أيضا اجتماعي، لأنه هون لازم تاخذ بعين الاعتبار علاقة هذا الطفل بأهله، محبة أهله له، علاقة الأهل بعدين مع المجتمع الطبي. أنت ما بدك كمان تتعامل مع الأهل تقول لهم لا بدنا نلقحه غصب عنه الولد، تروح تعطيه اللقاحات كلياتها، يقوم بعدين يصير يخافوا إذا مرض بيجيبوه لعندك، بصير إنه ما يعتنوا فيه يعني، أو يصير يخبوا عنك المرض تبعه. فكل هالأشياء بتتاخذ بعين الاعتبار. ولكن بما أن اللقاحات هي غير ملزمة، فهذا هو السبب اللي بيسمحوا فيه، إنه تمام. على مضض شديد جدا ومنكتبها، وكل ما اجوا على الفيزياتريشن تبعهم، على طبيب الاطفال تبعهم، بده يعطي لهم محاضره، وكل ما اجوا حتى بالمدارس بعثوا لهم انه ليش ما نكون لقاحين يعني. بس بالاخير يحترم رايهم، لانه لا يعتبر اجراء طبي لازم وضروري ومنقذ للحياه. جميل جدا. في عندك أي حالة بعقلك أو برأسك إنه من هالكلام اللي حكى عن موضوع يتعلق باللي حكيناه امبارح كمثال عملي؟ أنه أنا ما حابب نحكي كل شيء عندنا رح إياه، أعطيك مثال على أعطيني اللقاحات، مثال. تماما. أعطيك مثال على إيمت نحن بنلزم الأهالي بأخذ لقاحات. إذا عندك للأطفال، إذا عندك طفل بده يعمل عملية زراعة نقي عظام مثلا، جميل. فأنت بتعرف إنه بدون هاي العملية رح الولد يتوفى، ومن ضمن الإجراءات لعلاج تبعه ناخذ لقاحات. فهون ملزمين الأهل يوافقوا على اللقاحات حتى وإن كانوا معترضين عليها. لانه هون في صار في مين، لانه زرع الاعضاء يعني في تثبيت نعم مناعي وبالتالي خطوره الوفاه. نفس النقاش تبع الكوفيد. يعني احنا عندنا الكوفيد الوضع مختلف، لانه هو اصلا انت عم تحكي عن، احنا ما بنتعامل مع اطفال. انا زرع الكليه ما هو اجراء منقذ للحياه، يعني معنى اخر الشخص بتم عايش سنين على الغسيل، وبالتالي مش زي الاطفال. وحتى بالاطفال ما لازم زرع الكليه كمان ما هو اجراء منقذ للحياه، وان كان ضروري لنوعيه في الحياه. بدائل، في بدائل. يعني مش بدائل فعاله، بس ما هو شغله مثل زرع النقي احيانا اذا كان المريض يعني فعلا بحاجه للزرع تماما. شاهد انه انت يعني نفس النقاش اللي عم نعمله الحين هون. انا هون لازم اخذ اللقاح كجزء من التحضير للزرع مثلا، وهي شغله مهمه جدا جدا. صحيح. طيب، ممتاز جدا. مشكور اخي باسل، اظن احنا غطينا يعني احنا بمثال الشهودية. هو مره ثانيه احنا ما لنا مهتمين بهذا الدين بالذات، وان كان احنا انا كطبيب هون هلا صار لي 5 سنين او 6 سنين شايف 5 حالات منه صراحه، 5 حالات. وما كان في يعني الحاله الوحيده اللي ناقشتها المريضه كان بحاجه نقل الدم، مش الحال اللي هي ورفضت، وعلى فكره رجعت على العياده وخضابها كان تحسن. فانا وقت قلت له لزميلي، قلت له هلا عود حدا يقنعها انه مو الرب اللي انقذها، هي مقتنعه بربها اللي انقذها وخلاص. فان شاء الله يعطيها قد نيتها. يعني هي ما عادت تقبل نقل دم بحياتها هي. لانه في عملتها وزبطت. قصة بدي أحكي لك إياها على احترام رغبة المريض كمان، تمام. ذكرتني فيها أنت هي، بناء أنه على قصة مشابهة، ولكن هي قصة كثير مشهورة لطفل اسمه بيل. هذا الطفل كان معه لينفوما، وقصة كثير مشهورة. كان متعالج بمستشفى بكونكتيكت هون، فاخذ تقريبا كان هو لازم ياخذ 12 سايكل، 12 دوره من العلاج الكيماوي، اخذ 8 وبعدين قال انا بدي اوقف. كان عمره 14 سنه، قال انا بدي اوقف، قال انا ما عاد احسن هالاعراض اللي عم تجيني نتيجه العلاج بس الكيماوي. هو عمره 14، يعني هو نعم بعده معانا بالسن القانوني بيقدر ياخذ القرار. تمام. نعم ما نو. ولكن قال انا ما عاد فيني، وانا في عندي عمي توفيت من وراء هذا السم اللي عم تعطوه اياه، الادويه هلا هو لو كان الكيماويه. بالغ بتسمع له كلامه تماما، بس هذا طفل. طبعا ورغم كل هالشيء، انا مشان هيك عم اقول لك هاي قصه جدا مشهوره، انه هو قال انا عمري انه انا ما عاد بدي اخده. وصراحه المستشفى وقتها راح عملوا، اتصلوا مع هيئه العنايه، هيئه الطفل، انه لازم نحن نجبره ياخذ هذا الشيء. قام الولد شال حاله وهرب على تكساس. أوه. بعت رساله لاهله انه انا بحبكم ومدري وكل شيء، بس انا ما عاد احسن اخذ هذا العلاج، وشال حاله وهرب على تكساس، وبلش ياخذ اعشاب لحاله، يعني شو ياخذ اعشاب ومدري شو، وطاب. والولد طاب وعين الله عليه. هالحكي الله تقريبا شفاف. 20
وصارت قصة كبيرة وطلعت بالإعلام وصاروا يقولوا الناس إنه معناته أنتم ما كنتوا عم تعالجوا صح مع كذا، وزيطة وزنبليطة. ووقتها المحكمة قالت إنه خلاص إنه هو هي رغبته، رغم إنه 14 سنة، مو لأنه من شيء، ولكن لأنه ما فيك تجيب واحد. يعني هلأ في عندك أنت جانب عملي من الأمور، شلون بدك تجيب هذا الطفل اللي عمره 14 أو 15 سنة بدك تقيده مشان تعطيه علاج كيماوي بعيادات الخارجية، أو بدك تجيبه تنيمه بالمستشفى، بدك تعمل له أدمشن وكل شيء، وبدك تعمل له ريسترين سواء تقييد سواء دوائي ولا يعني فيزيكال، غير منطقي هذا الشيء. وصراحة ولكن تعريف الطفل النقطة بأمريكا، تعريف الطفل بأمريكا شوي فضفاض صراحة. يعني مثل ما قلت أنت عمره 14 سنة، أنا بزمان كنت أشتغل بعناية عناية كبار، بس كان في عندنا سريرين عناية أطفال، تمام؟ بس مشان ضحكك يعني. فعناية الأطفال نفس الشيء، تعريف الطفل كان بالسعودية الكلام لعمره 15 سنة. بس يعني اللي عمره 14 سنة طفل بالنسبة لهم، فلازم طبيب أطفال يشوفه. شو وزنه؟ يعني اجى مريض لصديقي، يعني هو زميلي طبيب اطفال، هو طبيب بيدياتريك اي سي، يعني طبيب عنايه. وزن المريض 90 كيلو، شاء الله. يعني مثل الكبير، يعني عمره 14 سنه، بالغ يعني، هو بالغ بس هو بالقانون طفل، فلازم هو يشوفه مو انا اشوفه. فهو ما انه عارف يعطي جرعات الادويه صح، يعني يقول لي تعب الله عليك يعني ساعدني فيه. يعني هذا مثله مثل البالغ صراحه، وان كان هو بسموه هذا بيد ميد بالطب يعني. فانا كنت وقفت معه، كان عم يعمل اجراء يعني لازم يعطي جرعات، فانا عم اعطيه جرعات بالغين 90 كيلو على مصنع. فلا احكي لك، فبعدين هذا بيل طلع عم ياخذ الاعشاب وعم يعمل دعايات، والناس في كثير ناس وقفت تاخذ الدواء الكيماوي، صارت لك انا بدي اخذ اعشاب عم طيب مثل بيل. بعد تقريبا شي 7 أو 8 سنين ضلوا يستمروا الناس يعني الدكاتره بالابحاث، فاكتشفوا انه كان جرعه 8 سايكلز كانت كافيه أوه للعلاج. ماي، فاللي كأنه فعلا أخذ هو العلاج. فهو اخذ العلاج واكتفى، وكانت هل بين 8 ل 12 هي كانت زائده، ولكن كانوا عم يعطوها بناء على ابحاث قديمه، ولما جددت الابحاث اكتشفوا انه كافيه، وعد بقى اقنعه واقنعوا جماهيره انه يا اخي الاعشاب مو هي اللي شفته. الحمد لله. طيب مشكور اخي باسل، شكرا جزيلا اهلا جدا، وسهلا. والله انا مسرور جدا باللقاء معك، ان شاء الله يكون غطينا هذا الموضوع، لسه بيتحمل في نقاش، فان شاء الله بجلسات قادمه بنتابع موضوع الاخلاق الطبيه، لحد الان عم نحكي نحن بموضوع احترام ذاتيه المريض. أهلا يلا وسهلا. سلام عليكم. مع السلامة. السلام للأمانة.